مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اكسترا تايم وسهره رياضيه جديده، مواضيع وفقرات عديده راح نتحدث فيها اليوم انا وسميحه مجدروي. سعد مساكي سميحه. مساء الخير طارق، ومساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. بحلقه اليوم راح نحكي عن اقتراب انطلاق دوري المحترفين وعن اعتزال الصقر محمود شلباية، بالإضافة لأخبارنا العالمية وفقرة التحديات. طبعا سميحة الحديث راح يكون عن بداية الدوري، آخر الترتيبات، آخر التحضيرات، بالإضافة كما تحدثت سميحة عن اعتزال الصقر محمود شلباية والمحلل الرياضي الكبير الكابتن هيثم أحمد. يسعد مساك يا كابتن، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير طارق، دائما منور، دائما أنا بكون سعيد وأنا معك يعني. نورتنا اليوم، أهلا وسهلا فيك كابتن. إذن دوري المحترفين بنسخته 65 ينطلق يوم الجمعة المقبل بالتقرير التالي. تنطلق الجمعة المقبلة النسخة 65 من بطولة الدوري، وهو الآن دوري المحترفين وسط ترقب جماهيري للموسم الجديد التي تستعد لمشاهدة فرقها بموسم جديد. البطولة انطلقت للمرة الأولى في العام 44 وأقيمت منذ ذلك الوقت 65 نسخة، ويعتبر الفيصل الأكثر إحرازا لللقب بفوزه ب 32 لقبا، وهو أول المتواجين بها، بينما حصل الوحدات على 15 لقبا والأهلي على 8 والجزيرة 3 وكل من الرمثة وشباب الأردن لقبين، فيما فاز ناديا الأردن وعمان بلقب وحيد. وتشير الإحصائيات منذ الموسم عام 80 وحتى الموسم الماضي إلى أن مهاجم فريق الوحدات محمود شلباية، والذي اعتزل اليوم، هو الهداف التاريخي للدوري بعد أن سجل 127 هدفا وفاز مرتين بلقب الهداف، بينما يعد مهاجم الفيصل المعتزل جريس تادروس ثاني الهدافين برصيد 112 هدفا، لكنه أكثر لاعب حصل على لقب الهداف 4 مرات. الموسم الجديد الذي سيبدأ الجمعة بمشاركة 12 فريق، يحصل كل فريق مشارك في دوري المحترفين على مبلغ 193 ألف دينار كعوائد حقوق البث التلفزيوني وعوائد الرعاية البطولة، كما يحصل البطل على مبلغ 120 ألف دينار. وقبل انطلاق صافرة البداية تصب الترشيحات الجماهيرية إلى أن قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات هما المرشحان لنيل اللقب، ولكن يبدو أن استعدادات الأندية والتعاقدات التي أجرتها مؤخرا أدخلت أندية الأهلي والرمثة والجزيرة وشباب الأردن إلى خانة المنافسة على القمة. كابتن هيثم، موسم جديد طموح مشروع لجميع الأندية، لكن هناك ترشيحات لصدارة الترتيب وأيضا التنافس على اللقب، فرأيك في الموضوع؟ شوف، لا شك أنه يعني من حق كل الأندية، أنها حق مشروع لكل الأندية أنها تنافس وأنها يكون عندها طموح الفوز بلقب الدوري. وحقيقة يعني دائما في كل موسم الوحدات والفيصلي قطبي الكرة الأردنية هم المرشحين الأولين للفوز بالبطولة، وطبعا ثقافة الفوز بالبطولات عندهم جماهيريا الفريقين عندهم أكبر جمهور، يمكن مع الرمثة عنده جمهور كبير، عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم كل المؤهلات أنهم يفوزوا بالبطولة. وأنا يعني مع الجمهور بتوقع أن الوحدات الفيصلي ثقافة الفوز بالبطولات، الفكر اللي عند اللاعبين، العقلية اللي عند اللاعبين، النفس الطويل لصالحهم، رغم أنه يعني لا نستطيع أن نغفل تحضيرات الأندية، وفي بعض الأندية عندها تعاقدات عالية جدا وعلى أعلى مستوى، في بعض الأندية عندها فريق كبير يعني نجوم على أعلى مستوى فعلا. يعني بتتفرج على تشكيلة نادي الرمثة، عنده أسماء يعني كثير مميزة، كثير لامعة، مع مدرب كبير خبير عنده خبرة، العراقي أكرم سلمان. إذا طلعنا على نادي الجزيرة، للأمانة عامل تعاقدات خاصة في الثلث الأمامي الهجومي على أعلى مستوى، من أفضل المحترفين، أفضل 3 محترفين. يعني مردكيان لعب قبل كم سنة في الأردن، كان من أفضل المهاجمين السنة، عم بلعب قلب هجوم في نادي الجزيرة. عنده السوريين 2 يعني الرفاعي
فهد اليوسف يمين وشمال من أفضل الأجنحة في الدوري، بالإضافة إلى تعاقداتهم المحلية المميزة زي فراس شلباي، زي وجود أحمد عبد الستار. يعني في تشكيلة قوية جدا بنادي الجزيرة، زي ما حكينا الرمثة لحمزة الدردور ورفاقه أحمد سمير، استعاد أمانجوا مع باقي النجوم الكبار، كثير أكيد مرشح قوي. عندنا نادي الأهلي بطموحاته باستقراره، يعني ثباته تقريبا نفس النهج نفس الأسلوب مع البحري، خمس السنة الخامسة يمكن ناهر بحري مع النادي الأهلي، يعني هذا أيضا بيعطي قوة. عبقرية جمال محمود اللي بصراحة يعني واضح جدا أنه عم بيطور كثير في نادي شباب الأردن، ايضا بيعطي دافع كثير لنادي شباب الاردن. يعني الطموح مشروع لمعظم الانديه مع ترشيحات اقوى للوحدات والفيصلي بما يملك من خبره المباريات وخبره الفوز بالبطولات. نعم. طيب كابتن، طبعا حضرتك ذكرت عن يعني تحدثت عن عدد من التعاقدات لبعض الانديه، لكن يمكن لاحظنا خلال الفتره الماضيه كل الانديه عززت فرقها بلاعبين سواء محليين او محترفين بشكل عام او بشكل اوسع. كيف شفت تعاقدات الأندية الأخرى غير اللي حضرتك ذكرتها؟ شوف يعني أنا سميحة عشان أكون واضح، في بعض التعاقدات الخارجية صعب إن نحكم عليها. بعض اللاعبين بيلعبوا بالبطولة لأول مرة، إمكانيات إنك تجيب محترف مستوى عالي جدا بمبلغ مالي بسيط، يعني أيضا يعني ما بتحقق إنه نشوف يعني كثير نجوم محترفين من خارج قويين. فأنا بركز أكثر على التعاقدات المحلية، يعني التعاقدات المحلية مهمة جدا، لأنه ما بنقدر نجيب محترف مستوى عالي جدا جدا في الدوري الأردني، يمكن بزبط مرة مرتين، يعني بكل موسم بيطلع لاعب أو لاعبين وبكون والسنة اللي بعديها على السريع بترك الدوري الأردني، بتوفر له مبالغ أكبر بطلع. هلا إذا بدنا نحكي الأندية، يعني مثلا نادي ذات رأس، مثلا نحطه مثال، بلش الموسم بفريق شاب من أبناء الكراك، جمع مجموعة من أبناء الكراك، ما ظهرش بالدرع بمستوى كويس. عند الآن المدرب التونسي عمل بعض التعاقدات المحلية المهمة، يعني اللي ممكن تعزز الفريق، زي مثلا عودة الكابتن الكبير حاتم عقل، زي وجود حازم جودات مع بعض اللاعبين التونسيين. هلا أنا كيف بدي أحكم على المحترفين التونسيين؟ صعب، ما بقدر أحكم. نادي الأهلي مثلا جاب اللاعب الحاج مالك من الوحدات، عمل بعض التعاقدات المحلية، خسر بعض اللاعبين، عنده الاستقرار في أسماء مميزة جدا زي يزن ثلجي، زي محمد العلاوني، زي يعني هذه أسماء، محمود مرضي، يعني هذه أسماء مميزة جدا ممكنها تعمل فارق. نحكي مثلا نادي الحسين، هلا نادي الحسين مع الكابتن المميز بلال اللحام لا شك أنه يعني عمل تعاقدات متأخر شوي وركز كثير على لاعبين الشباب بخطوة، يعني ممكن تكون مهمة الكابتن بلال صعبة، لكن إذا نجح مع الشباب ممكن يرفع الفريق. عنده لاعبين من أول مميزين زي عبد الله زيتون، زي حمزة البدارني، حافظ على المحترف توري، جاب علاء الشجران، جاب مجموعة من لاعبي الوحدات اللي كانوا بالمنتخب الأولمبي، جاب أحمد أبو كبير. يعني الحكم الحقيقي هي المباريات، عشان نحكم يعني بنكون واقعيين، المباريات. نادي سحاب، يعني نادي سحاب هذا مع كابتن برضو اسلام ذيابات، بنوجه له تحيه كثير، كابتن مجتهد، شفناه بالدرع، نادي كان قوي ومميز وكان قريب من الوصول لنصف النهائي، عمل تعاقدات محليه عاليه جدا، يعني جاب عدد كبير من اللاعبين المحليين المميزين، عنده جمهور كبير، فايضا يملك طموح، يعني طموحات. لكن اللي أنا بحكي فيه واقع المنافسة على اللقب يحتاج إلى ثقافة كبيرة جدا، يحتاج إلى النفس الطويل. يمكن الوحدات والفيصلي أوفر حظا في هذا الجانب، ما بس نهائيا أنا ما بخفل الجزيرة وما بخفل الرمثة، ما بخفل شباب الأردن، ما بخفل الأهلي، لكن واقع كرة القدم الأردنية من سنة 80 لحد الآن بفرض الوحدات والفيصلي. نعم. إذن دوري المحترفين المقبل بحلة جديدة وملاعب متميزة، منشوفها بهالتقرير.
سيكون دور المحترفين بموسمه الجديد بشكل مختلف لكافة أركان اللعبة، وبالتحديد في قضية الملاعب التي كانت مشكلة تؤرق الكرة الأردنية. المكتسبات التي جنتها الكرة الأردنية من استضافة مونديال الشابات ستظهر خلال الموسم الحالي من خلال الملاعب التي أصبحت بمواصفات عالمية، والتي من المتوقع أن تسهم بتطوير المستوى الفني. الملاعب الرئيسية استاد عمان والحسن والملك عبدالله والزرقاء جاهزة بكامل طاقاتها لاستقبال الموسم، عدا عن الملاعب الأخرى في الكرك والرمثة التي لا زال الحديث عنها قائما بإمكانية أن تكمل الموسم الكروي. وستحظى الجماهير بملاعب ومدرجات مميزة لتكون حاضرة بقوة خلال المباريات، وهو الأمر الذي سينعكس على المنافسة. ومن المتوقع أن تنقل الملاعب بشكلها الحديث البطولات المحلية إلى درجة احترافية أعلى من حيث التنظيم وأيضا المنشآت. كابتن هيثم، كأس العالم للشابات يعني أوجد الحل بالنسبة للكرة الأردنية، للأندية الأردنية، للاتحاد الأردني بما يخص موضوع الملاعب وتوفرها. كانت هاي عقبة كبيرة أمام الاتحاد، الأندية واستمرار البطولات بشكل منتظم. لا شك أنه من أكبر المكاسب لكرة القدم الأردنية كان هو من بطولة كأس العالم للشابات هو الملاعب. كان الملاعب التدريبية اللي الآن أصبح كل نادي، يعني معظم الأندية عنده ملعب تدريبي، هذا ما كان متوفر سابقا ومضاء، ويعني بيقدر يعمل تدريبات كل فئاته الفريق الأول وبراحة، بالإضافة إلى وجود 4 استادات على سوية عالية جدا، استادات يعني مميزة. اليوم كنا في مثلا في مباراة الوحدات والجزيرة اعتزال شباية، استاد الملك عبدالله يعني رائع جدا في كل شيء، كل المواصفات المطلوبة بملعب مميز موجودة. هلا احنا عندنا 4 ملاعب يقدر الاتحاد يعمل المباريات عليها دائما، بالإضافة إلى عنده في ملاعب ثانية اعتمدها هو زي ملعب المفرق وملعب الكرك. ما أعتقد أنه الآن في مشكلة ملاعب، المهم أن نحافظ على هذه الملاعب. يعني إذا حافظنا على هذه الملاعب فهو يعني في عندنا حل كبير. الدوري الأردني بيمشي بانتظام، كل شيء الآن متوفر، حتى الأندية اللي كانت تشكي دائما والآن يعني مفروض ما تشكي، عندها كل شيء جاهز الآن، يعني هي الشغل عليها شو بدها تشتغل هي شو بدها تعمل. فأنا بحكي أنه كرة القدم الأردنية إذا استثمرت جيدا واستغلت جيدا هاي الملاعب الموجودة واستغلت البنية التحتية اللي توفرت الآن لإقامة المباريات المحلية وحتى الدولية وحتى الاستضافات الخارجية، يعني فإنه لا شك إنه إحنا يعني أمام بنحقق مكاسب كبيرة، ومفروض إنه نشوف تطور في المستوى. إحنا كنا نعاني جدا في المستوى الدوري دائم في السنوات الأخيرة، وكنا دائما لما نيجي نحكي نتناقش نحكي الملاعب أحد هاي الأسباب. الآن الملاعب موجودة، إن شاء الله نشوف مستوى عالي. نعم كابتن، هاد بالنسبة للأندية انحلت مشكلتهم بالبنية التحتية والملعب، بتخيل كمان هو مكسب للجماهير كمان إنه الملعب تحسن ومقاعد الجماهير تغيرت. فبرأيك هل يعني رح تتحسن نوعية الحضور الجماهيري، ورح يعطي هذا الإشي الثقة للجماهير ودفعة أكبر إنهم يتواجدوا في الملاعب بجميع المباريات؟ أنا أتمنى ذلك، يعني أنا أتمنى ذلك. يعني الموضوع سؤالك يعني صعب له كتير إجابات، مش بس الملعب ونوعيته وكذا، أيضا اللي إحنا أهم إشي إنه إحنا ننهي حالة الشغب في الملاعب. نعم. نشوف دائما يعني التشجيع المثالي والإيجابي، وهذا بيساعد بصراحة إنه نشوف العائلات في الملاعب. اليوم في مباراة اعتزال محمود شلباي كان في عائلات كثير في الملاعب، يعني احنا بنتمنى بكأس العالم للشابات كنا نشوف العائلة اللي تحضر. صحيح. فاحنا بنتمنى انه الان في كمان بتوفر الراحة، يعني العائلة بتوفر الراحة، حتى البنية التحتية وانت واصل لما تصل الملعب الان في مكان تصف لسيارتك، في مكان بتخش بنظام، يعني اذا استثمرنا هذا الكلام يعني كل وسائل الراحة موجودة. ضاير عنا أن تكون الملاعب تشجيع مثالي، هذا يشجع العائلة يشجع الجماهير، وكثير إن شاء الله يعني نرجع زي قبل 25 سنة كانت العائلة تحضر. صحيح. السنوات الأخيرة اللي احنا شفنا غياب العائلات عن حضور المباريات. كلام جميل كابتن هيثم. من الحديث عن الدوري والانطلاقة الموسم المقبل إلى المنتخب وآخر الاستعدادات للمرحلة المقبلة المنتخب الأول، في التقرير التالي وبنرجع. We'll be right back.
استعدادا للمباريات الودية المقبلة، أعلن المدرب المكلف بقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم عبد الله أبو زماع عن رصده للاعبين الأردنيين المحترفين في الدوريات الناشطة في الخليج العربي، استعدادا لاستدعاء تشكيلة المنتخب للمباريات الودية أمام العراق وأوزبكستان ولبنان. وبحسب تصريحات صحفية، أكد أبو زماع على حرصه متابعة المباريات التي يشارك بها اللاعبون المحترفون سعيا لتقييم مستوياتهم الفنية والوقوف على جاهزيتهم لاستدعاء اللاعب القادر على تمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة، وهم ياسين البخيت المحترف في دبا الفجيرة الإماراتي، ومصعب اللحام المحترف في نجران السعودي، ومحمود زعترة المحترف في معيدر القطري، وثائر البواب المحترف في أم صلالة القطري، وعدي الصيفي المحترف في السالمية الكويتي. واعتبر أبو زماع أن انطلاق منافسات دوري المحترفين يوم الجمعة المقبل يشكل فرصة مميزة للوقوف على مستويات اللاعبين قبل إعلان التشكيلة النهائية التي ستخوض المباريات الودية، معتبرا أن التشكيلة المقبلة ستشكل بنسبة كبيرة التشكيلة التي ستمثل المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية التي تنطلق خلال آذار المقبل. ويواجه منتخبنا في مباراته الأولى المنتخب العراقي في عمان في 26 تشرين المقبل، ثم يواجه منتخب أوزبكستان في 10 من الشهر ذاته في تشقند، وبعدها ب5 أيام يعود إلى عمان لمواجهة المنتخب اللبناني في ختام مباريات النشامة في العام الحالي. إذن كابتن هيثم، عدد من اللاعبين المحترفين الآن تحت منظار الكابتن عبد الله أبو زمع، وأكيد يتطلعون للعودة للمنتخب. أنت كيف بتشوف مستوى اللاعبين في الخارج؟ هو أشوف اللاعبين اللي عندنا محترفين مستواهم مميز، يعني بالأردن كانوا مميزين دائما ونجومهم يعني، فموضوع إنه مستواهم يعني أكيد إحنا واثقين وعارفين إنه لاعبين اللي عندنا مميزين وخامات رائعة جدا اللي المحترفين، لأنه أصلاً فرص الاحتراف بتجيهم لأنهم مميزين. لا شك إنه المرحلة السابقة في المنتخب نعتبرها مرحلة تكوين، مرحلة بناء، مرحلة اختبارات، أشوف أنا خيارات معينة، لكن الآن إحنا دخلنا مرحلة الجد. يعني أكيد الكابتن عبد الله أبو زمع يجب على يعني هو أتوقع أنه بيراقب ومهتم باللاعبين المحترفين، لأنه هذا هو الواقع، يعني الواقع أنه يستفيد من اللاعبين المحترفين، خاصة كمان أنه جاهزيتهم لسه أعلى من جاهزية اللاعبين حاليا في الأردن لسبب أنه الدوريات عندهم بدأت في الوقت في الوضع الطبيعي. إحنا عندنا مش وضع طبيعي، إحنا تأخرنا في عشان كأس العالم للشابات، فأعتقد أنه راح يكونوا في منظور الكابتن أبو زمع، خاصة أنه الأسماء في منها أسماء مميزة جدا، يعني بنحكي عن ثائر البواب، بنحكي عن ياسين البخيت، بنحكي عن خبرة عدي الصيفي، بنحكي عن محمود زعترة اللاعب المهاجم، يعني ففي عندنا أسماء أعتقد أنه حتكون في خيارات الكابتن عبد الله أبو زمع. وثلاث مباريات الودية القادمة كثير مهمة للكابتن عبد الله أبو زمع ولمنتخبنا الوطني، لأنها ممكن هي تعطينا الوضع اللي حنلعب فيه التصفيات الآسيوية القادمة. طيب كابتن، امتدادا لسؤال سميحة ومن محو جوابك، طبعا انطلاقة الدوري راح تكشف لأبو زمع العديد من الأمور في المرحلة المقبلة، وتحديدا اللاعبين المستبعدين من التشكيلة خلال المرحلة الماضية، واللي تحدث أكثر من مرة الكابتن عبدالله أبو زمع عنهم موجودين وبالحسبان، لكن هناك مرحلة تجارب وفترة إخضاع للاعبين جدد، لكن انطلاقة الدوري راح تكشف لأبو زمع العديد من هذه الأمور، بالتحديد زي ما حكينا اللاعبين المهمين اللي تم استبعادهم خلال المرحلة الماضية. شوف أكيد، لا أنا أكيد كلامك صحيح، رغم إنه مش راح كابتن عبد الله أبو زمع عليه أن يختار تشكيل القادمة بعد جولتين من الدوري، جولتين بأسبوع. يعني أنا كنت أتمنى يعني إنه لو إنه الفيفا ويكس اللي جاية هذه إجت بعد مثلاً بعد الأسبوع الرابع أو الخامس كانت ساعدت الكابتن عبد الله أبو زمع أكثر، لكن هي جاية بعد أسبوعين أو بعد مباراتين لكل نادي لكل فريق. ولا شك إنه يعني في أسماء كبيرة يمكن ما كانت في تشكيلة الكابتن عبد الله أبو زمع، والكل بيعرفها والكل بينادي فيها، ولا أعتقد إنه الكابتن عبد الله أبو زمع بتجاهلها بقدر إنه هو عم بيحاول يجرب
بعض الأسماء الشابة جاب يحاول يعمل يشوف يعني يجرب أكبر عدد ممكن عشان يختار منهم. ولا شك إنه في بعض الأسماء في الحسبان في أسماء زي مثلا زي أسماء بهاء زي معتز بن ياسين معتز ياسين يعني أكيد في أسماء راح تكون في حسابات الكابتن عبد الله أبو زمع. وفي نفس الوقت يعني اللاعب اللي هيتألق وفي أول جولة وثاني جولة يعني راح يكون بالحسبان راح يكون بالحسبان. وأنا بستغرب يعني أنا بتوقع الكابتن عبد الله أبو زمع يعني إنه من حسب اللي شفته بالمرحلة السابقة إنه هيعمل توازن لأنه هو أيضا مطالب إنه ببناء منتخب هيلعب في 2019 نهائيات أمم آسيا. إحنا بنكون واقعيين تصفيات لا فيش إشي سهل، تصفيات الآسيوية صعبة رغم صعبة لكن منتخبنا مرشح قوي جدا للتأهل. يعني إحنا مع مين بدنا نلعب؟ إحنا لعبنا مبارياتنا الودية كلها خارج الأردن، لعبنا مع المنتخبات اللي هي مرشحة تنافسنا. إحنا لعبنا مع لبنان ولعبنا مع البحرين وعمان، هاي هي المنتخبات القوية حاليا اللي بتنافسنا للتأهل. تعادلنا معهم كلهم خارج ملعبنا وتعادلنا معهم بتشكيل نختبر فيها بعض اللاعبين. فلا شك انه الكابتن عبد الله ابو زمع او هو مطالب انه يعمل التوازن حتى نضمن التأهل. لكن منتخبنا بحاجة الى اسماء جديدة تلعب بال2019، وهذا يتطلب انك انت دائما تضخ اللاعبين الجداد واللاعبين الشباب وتحاول تبني منتخب للمستقبل. صحيح كابتن. نعم، إذا نتمنى التوفيق للكابتن عبد الله أبو زمع ومنتخبنا الوطني وأكيد لأنديتنا جميعها في دوري المحترفين. حلقتنا مستمرة لكن بعد فاصل صغير. أهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين حديثنا بإكسترا تايم، وهلأ رح ننتقل للحديث عن اعتزال الصقر محمود شلباية الهداف التاريخي لنادي الوحدات. مهرجان الاعتزال منشوفه بهالتقرير. وداعا محمود شلباية، بهذه الكلمات أهدت جماهير الكرة الأردنية عامة والوحدتية بشكل خاص نجمها محمود شلباية الذي وضع حداً لمسيرته في ليلة تليق بما قدمه الصقر خلال 20 عاماً التي قضاها في المستطيل الأخضر. نجوم كرة القدم الأردنية قاطبة شاركت الصقر في يوم اعتزاله في مباراة جمعت لاعبي الوحدات السابقين مع نجوم الكرة الأردنية المعتزلين وسط أجواء حبية وكرنفالية. بعدها أقيم لقاء بين فريقي الوحدات والجزيرة في آخر مباراة له في الملاعب شاركه فيها رأفت علي زميله السابق في الفريق، وما هي إلا دقائق حتى استبدل شلباية وسط تصفيق حار من زملائه بالفريقين ليهدي قميصه إلى نجله عمر ليكمل المسيرة في المستقبل. والله بقول لهم أنا سعيد كثير يعني إنهم أجوا الحمد لله رب العالمين إنهم ما نسيوني، حسيت بلمسة وفاء كثير لمحمود شلباية. اليوم شو الكلمة يعني شكرا ودعته. أنا بقول شكرا، أنا ما ودعت إلا الجمهور، ما ودعت المستطيل. إذن ها هو الصقر يتوقف عن التحليق في سماء الكرة الأردنية كلاعب بانتظار تحليقه من جديد، ولكن هذه المرة كمدرب يملك خبرة 20 عاما في المستطيل الأخضر. كابتن هيثم، أول شيء يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مجهود كبير قمت فيه أنت واللجنة المنظمة لمهرجان الاعتزال وتعب واضح، لكن يمكن هي أقل واجب وأقل لمسة وفاء بالنسبة للاعبين بحجم الكابتن محمود شلباية. اليوم أنت كنت متواجد بالملعب، كيف كانت الأجواء وتحكي لنا عن التعب اللي كنت فيه؟ أكيد يعني في البداية أول إشي الكابتن محمود شلباية يعني نجم كبير وتاريخي وهداف كبير. أنا يمكن في المؤتمر الصحفي قبل يومين أطلقت عليه لقب زعيم الهدافين وحكيت ليش أطلقت عليه لقب زعيم الهدافين، يمكن كمان شوي نتطرق للأرقام تاعت محمود شلباية. بالنسبة لما قرر محمود شلباية أنه يترجل ويترك كرة القدم كلاعب كان تشكيل فيه تشكيل لجنة من إدارة نادي الوحدات ومحمود شلباية نفسه، وكان في إصرار على إنجاح مهرجان اعتزال محمود شلباية اللي اللاعب الكبير في نادي الوحدات الذي يستحق ويستحق الكثير. كان في شغل، في كان تعب، في عمل مع شركات داعمة، مع جماهير الوحدات الداعمة،
مع جماهير الكرة الأردنية الداعمة. محمود شلباي نجم منتخبنا الوطني أيضا يعني كان في عمل وفي كان شغل، والحمد لله يعني إنه المهرجان الاعتزال أوفى بوعده وكان مهرجان يعني ناجح. يعني أنا من كلام الكابتن محمود شلباي يعني هو بيحكي أنا شعرت بلمسة وفاء، يعني هذا لمسة وفاء دليل إنه ارتياحه على المهرجان اللي الكبير اللي أقيم له، واللي بصراحة بشكر أولا جمهور كمان جمهور نادي الوحدات اللي وقف مع محمود شلباي مش في يوم الاعتزال فقط، يعني وقف معاه في خلال الشهر شهر كامل من العمل والجهد ومحاولة تسويق التذاكر ومحاولة جلب الداعمين، وبشكر إدارة نادي الوحدات وبشكر كل اللي وقفوا مع الكابتن محمود شلباي، وبنشكر محمود شلباي على مسيرة كبيرة جدا. يعني أنا بعرفش إذا بتسمح لي أحكي شوي عن مسيرته. تفضل. أنا يعني طبعا. يعني محمود شلباي أول إشي أنا يمكن سميته زعيم الهدافين لعدة أسباب. السبب الأول محمود شلباي هو أكبر هداف في تاريخ الكرة القدم الأردنية في مجموع المسابقات دوري كأس درع وكأس الكؤوس، هو أكثر لاعب سجل أهداف في تاريخ كرة القدم الأردنية. يمكن أنتم حكيتوا بتقريركم أنه هو أفضل هداف في الدوري سجل 127 هدف، هو أفضل هداف في كأس الاتحاد الآسيوي برصيد 34 هدف، يعني لاعب أردني في بطولة قارية. سجلات الاتحاد الآسيوي بتحكي أنه الهداف الأول محمود شلباي طبعا عنده 34 هدف، فارق هدفين عن سنغافورة ألكسندر، وخلينا نكون مطمئنين برضو سنغافورة اعتزل يعني حيظل الرقم مش بالفترة القادمة إن شاء الله مع الكابتن محمود شلباي. محمود شلباي أيضا هداف المباريات الكبيرة لنادي الوحدات، كل معظم مباريات الوحدات مع الأندية المنافسة هدافها محمود شلباي، هو هداف التاريخي لمباراة الوحدات والفيصل يعني كلاسيكو الأردن، والهداف التاريخي لمباراة الوحدات والرمثة، والهداف التاريخي لمباراة الوحدات والجزيرة، وهلم جرا لمعظم الأندية تقريبا. محمود شلباي أيضا مسيرته مع المنتخب الوطني مسيرة كثير ناصعة. محمود شلباي سجل مع منتخبنا الوطني 32 هدف، المهم انه سجل معظم اهدافه بالفتره اللي كان منتخبنا الوطني في اعلى تصنيف له في تاريخه في الاتحاد الدولي كره القدم، تصنيف رقم 37 مع المرحوم محمود الجوهري، وكلنا بنذكر هدف محمود شلباي في منتخب اليابان في ربع نهائي امم اسيا في مباراه اللي خسرناها بركلات الجزاء الجدليه الغريبه. يعني فمسيره زي هذه لاعب عم سجل كل الأهداف، وأنا يمكن بدي أحكي اليوم إشي ما حكيتوش لا بالمؤتمر ولا بأي مكان ثاني، إنه محمود شلباي له 88 تمريرة مساعدة بالدوري، 88 أسيست إجا منها هدف. يعني أنت تكون نجم هداف وبنفس الوقت صانع ألعاب، بتصنع لزملائك الأهداف. بصراحة يعني محمود شلباي يعني يمكن أنا متضايق إنه اعتزل محمود شلباي شاعر. أنا بارح سمعتك وأنت بتحكي إنك أنت مش متخيل محمود شلباي يعتزل، لكن هي يمكن كل بداية نهاية، لكن إحنا كلنا لما يكون أي نجم بالأردن بيعتزل وبكون مؤثر كلنا بنشعر إنه يعني بتضيق، لأنه عم بيروح صعب الأيام هاي تعويضه. صحيح. يمكن كابتن لاحظنا بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير اللي كان حاضر بقوة، كمان كان في عدد كبير من نجوم كرة القدم الأردنية السابقين من عدد من الأندية كمان مش من نادي واحد متواجدين في مهرجان الاعتزال، يمكن هذا إذا بدل على العلاقة الطيبة اللي بتجمعهم بمحمود شلباي. طبعا لا شك في ذلك، يعني احنا اليوم شفنا في أول شيء في مباراة القدامى نجوم الأردن ونجوم الوحدات شفنا أسماء كلنا بنحبها، أسماء كنا دائما إحنا نشجعها، شفناهم يعني مشهد رائع جدا. وفي مباراة الوحدات والجزيرة شفنا أيضا من بعض أسماء ونجوم من الأندية، وهذا لا شك إنه يعني موقف يعني يسجل لنجوم الأندية، يسجل من جميع الأندية. أجا يعني في منتخب نجوم القدامى ضم معظم النجوم القدامى، الأسماء يعني من كل من الفيصلي من الرمثة من الجزيرة من يعني كل النجوم الموجودين هذول لا شك إنهم اليوم سطروا إبداع إنهم جاءوا ليساندوا نجم كبير في تاريخ كرة القدم الأردنية، ويؤكدوا دائما إنه إحنا كلياتنا بالأخير نادي واحد وفريق واحد ومنتخب واحد، وكنا مع لا أي لاعب بيعتزل. نتمنى كل اللاعبين الكبار إنهم يلاقوا هالتكريم ويكون في لمسة وفاء، يعني تكريم للمسيرة الكبيرة اللي عاشوها طبعا سميحة. أكيد طبعا طبعا. مثل ما عودتكم كاميرا إكسترا تايم وكاميرا رؤية بالتواجد دائما في قلب الحدث لتجري مقابلات مع الحضور الموجود في مهرجان الاعتزال، خلينا نشوفها ونرجع.
يعني محمود حقيقة من أفضل اللاعبين المهاجمين اللي اجوا على البلد، وبيستحق مهرجان تكريمي بهذا الحجم، وإحنا ما شاء الله شايفين الجمهور الكبير اللي عم بيأزروا في هذا الأمسية الوداعية، يعني مباراة حبية، أجواء جميلة. أكيد بلا شك يعني بنتمنى له كل التوفيق، اعتزال بليق في هداف العرب، هداف المنتخب الأردني، هداف نادي الوحدات. أنا باعتقادي يعني بنقدم الشكر أيضا للجمهور الكبير اللي إجي اليوم حضر، وهي لمسة وفاء من نادي الوحدات وجماهير الأردنية واللاعبين والإعلام. ما شاء الله عليه، طبعا طول عمره نجم الكابتن محمود، عاصرناه، وأنا بفتخر أني من الجيل الذهبي اللي كان موجود بجيل محمود شلباية. لاعب كبير يعني شهادتي مجروحة فيها في الكابتن محمود. احنا انا بحزن على لاعب زي هذا بده يخلص، لكن هاي سنه كره القدم، راح يخلص بالنهايه كلاعب من الملعب، لكن ما راح ينتهي من اذهان الناس، لانه حط بصمه كبيره الكابتن شلبايه في اذهان الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بنحكي يعطيه العافيه، يكفي انه لاعب مثل محمود شلبايه هداف تاريخي للكره الاردنيه وهداف تاريخي للوحدات، وطبعا سنة الحياة وكرة القدم انه بالنهاية اللاعب يعتزل. نحزن وبنزعل على هيك لاعب، نتمنى انه الملاعب تنجب كالصقر محمود شلباي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اكيد يعني كنا حزينين على يعني وداع الكابتن محمود شلباي، يعني هداف التاريخي لنادي الوحدات وللمنتخب الوطني. يعني محمود بصراحة يعني من المهاجمين النوادر اجوا على الكرة الأردنية، وبنتمنى له كل خير وتوفيق، والله يوفقه بمسيرته القادمة إن شاء الله. يعني محمود بيستاهل كل خير، ويعني ما شاء الله جمهور وحدات يعني جمهور وفي، شفنا اليوم يعني الجمهور بيأزر بطريقة كويسة. أول شيء إحنا كلنا وكل الجمهور الأردني بشكر الكابتن محمود شلباي على ما قدمه للكرة الأردنية ولنادي الوحدات وللأندية اللي لعب فيها بشكل عام. الكابتن محمود شلباي على ما أظن هو عمود من أعمدة الكرة الأردنية، وهو واحد من اللاعبين اللي صعب إنهم يتعوضوا في الكرة الأردنية، وعلى ما أظن هو من آخر المهاجمين في الجيل الذهبي، ولاعب على ما أظن صعب جدا جدا تعويضه سواء في الوحدات أو في المنتخب الوطني. والكابتن من أول ما خلص كرة قدم بالذات مع المنتخب الأردني صرنا نشوف المشكلة الكبيرة عندنا في العقم الهجومي في المنتخب وفي نادي الوحدات. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إشي مفرح يعني الصحيح من جمهور الوحدات وقف مع لاعبهم واللي قدم للمنتخب وقدم للكرة الأردنية وقدم للوحدات، وهاي جمهور ما شاء الله عليهم إشي يعني برفع الرأس. تواجدوا وبشاركوا بال المباراة الاعتزال الاحتفالية. يعني شلباي يعطيك العافية، ما قصرت على مدى 20 سنة وانت الهداف التاريخي لنادي الوحدات والكرة الأردنية، نقول لك يعطيك العافية. شو بنعمل لشلباي؟ كنا مقصرين، بس الجمهور الكبير هذا اللي اجى عشان شلباي اليوم كل الحب واحترام لجماهير نادي الوحدات، مبين انه ما بتنسى لعبتها ولا بتبعد عن لعبتها. شكرا لجماهير نادي الوحدات، شكرا شلباي، شكرا لإدارة نادي الوحدات، شكرا لجميع الإعلاميين، شكرا جزيلا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أحكي لجمهور الكرة الأردنية، خسرت لاعب كبير زي اللاعب الكابتن محمود شلباي. زي ما بتعرف الكابتن محمود شلباي غني عن التعريف، هداف الأردن سواء بالمنتخب نادي الوحدات، الملقب بالصقر محمود شلباي. يعني من الناس اللي أنا خالطتهم كثير بنادي الوحدات وكنت أتمنى عاشر من قبل. طبعا يعني اليوم مهرجان كبير، يعني بيستاهل الكابتن محمود شلباي هذا الوداع، هذا الهداف التاريخي اللي خدم الأردن وخدم نادي الوحدات، إنجازات كبيرة، أهداف لا تعد ولا تحصى بتاريخ الكابتن محمود شلباي. إن شاء الله نتمنى له التوفيق خارج المستطيل الأخضر، ما يبعد عن المستطيل الأخضر، إن شاء الله يتجه للتدريب، لأنه في مواهب كبيرة طالعة بالأردن بحاجة للكابتن محمود شلباي إنه يعلمهم وإنه يسويهم على طريقه إن شاء الله. تحياتنا لكل نجومنا الأردنيين اللي كانوا مشاركين في المهرجان، وأيضا لمسة الوفاء للكابتن محمود شلباي الصقر، وأيضا رسالة للكابتن أمجد الشعيبي، شفنا اليوم قولك ما شاء الله عنك الله يحميك، لكن كان مصر يخرب المقابلة على عثمان حسنات بالسيلفي يعني تبعه، هو بيحب ملك السيلفي ملك السيلفي، يعني شفته أكثر من مرة كان يأخذ سيلفي اليوم،
يعني في هذا امجد ما لقى الا في وقت المقابله. عاد احنا الكابتن عثمان من سنه لما يرضى يطلع يعمل مقابله يخربها. تحياتنا طبعا للكابتن امجد ولكابتن عثمان كل الشباب اللي موجودين معاكم، وكل الشكر لكم على الحب والعطاء للرياضه الاردنيه وايضا روح الاخوه بين نجوم الاردن ونجوم الرياضه الاردنيه بشكل عام. عارفين اليوم اجيت وانت تعبان، لكن اصرينا انك تكون موجود حتى تحكي لنا عن المشهد كيف كان في المباراه وايضا الحديث عن بدايه الدوري. كل الشكر لك. الشكر لك وشكر سميحه، وانا دائما سعيد معكم.